أهلا بكم مستمعين الأعزاء في دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية والجملة الرئيسية اليوم هي تدايما ها أنا قد عدت! بطلة القصة التي تدور حولها دروسنا هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم عادت إلى السكن الجامعي الذي تقيم فيه ومعها مرشدتها سكورا، وكانت في استقبالهما مشرفة السكن الجامعي، وهي بمثابة أم ثانية للطلاب الذين يعيشون بعيداً عن أهاليهم. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع، الجملة الرئيسية هي: ただいまただいまおかえりなさいこんにちはあなたも留学生ですかいいえ私は留学生ではありません日本人の学生ですいれいくんシャら ح ا ل ح و ا تدائم. ها أنا قد عدت هذه هي الجملة الرئيسية لهذا اليوم لقد ألقت أن كلمة التحية فور دخولها من باب السكن الجامعي نعم والكلمة تدائم. هي التحية التي تقال عند العودة إلى المنزل هي اختصار لجملة معناها ها أنا قد عدت للتو كل اليابانيين يقولونها لحظة الوصول إلى المنزل نعم وكيف ردت مشرفة السكن الجامعي؟ <applause> هذه هي كلمه التحيه التي تقال لمن عاد الى المنزل وبعد ذلك تحيي ساكورا مشرفه السكن الجامعي وتقول <applause> مرحبا هذه هي كلمه التحيه التي تقال اثناء ساعات النهار اود ان اعرف كلمات تحيه اخرى غير كونيتشيوا وهو كذلك صباح الخير يعني اوهايو مساء الخير يعني こんばんは。こんばんは。وهي كلمة التحية التي تستخدم ليلا أي بعد غروب الشمس نعود إلى الحوار بعد ذلك قالت مشرفة السكن الجامعي あなたも留学生ですか? هل أنت أيضا طالبة وافدة؟ يعني أنت أو أنت مو. حرف مساعد معناه أيضا هو الطالب الوافد من الخارج وكما قلنا فإن الجملة المثبتة تختم باللفظ دس ليكون الكلام مهذبا ثم نضيف الحرف المساعد ك. الذي يحول الجملة إلى سؤال وترفع نبرة الصوت في نهاية الجملة وكيف ردت ساكورا؟ <أتفقى> لا انا لست طالبه وافده <guckennet> يعني لا لاحظوا ان المقطع اي في اي ممدود يعني انا هو الحرف المساعد الذي يضاف الى الموضوع الرئيسي للجمله هو الطالب الوافد من الخارج كما تذكرون هو أسلوب النفي لللفظ دس. ولو كانت سكورا طالبة وافدة كيف ينبغي لها أن تجيب؟ هاي.私も留学生です. نعم أنا أيضا طالبة وافدة. هاي. يعني نعم. ولكنه يستخدم أحيانا لشد انتباه المخاطب كما رأينا في الدرس الثاني يعني أنا أيضا طالبة وافدة. كما يمكن أن تقول هاي ومعناه نعم هذا صحيح سو يعني كذلك أو هكذا ولكن ما قالته ساكورا فعلا هو 日本人の学生です. طالبة يابانية من الواضح أن موضوع الجملة هو أنا وبالتالي لم تقل واتاشي و فقد قالتها في جملتها السابقة 日本人. هو الشخص الياباني نو no. هو حرف مساعد يربط بين اسمين غاكسي هو الطالب أو الطالبة و ديس يختم الجملة المثبتة عندما نقول طالبة يابانية في العربية نستخدم اسما وصفة ولكن في اليابانية يكون بربط الاسمين نيهونجين وغاكسي بالحرف المساعد نو no". هذا أسلوب غريب علينا نعم هذه نقطة مهمة وسكرة على فكرة تدرس في قسم لتدريب مدرسي اللغة اليابانية في الجامعة وتطمح لتدريس اليابانية في دولة أجنبية في المستقبل. اللغة اليابانية هي نيهونغو وهي عبارة عن الكلمة نيهون أي اليابان مضافا بعدها جو أي لغة نيهونغو واللغة العربية هي آرابيا جو.

الفقرة التالية هي شرح الأستاذة التي تشرح لنا فيها الأستاذة أكاني المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس تعرفنا اليوم على الجملة وتشيوا يو جاكسي ديوا أنا لست طالبة وافدة أود أن أعرف طريقة تكوين الجملة النافية لنسأل إذن الأستاذة كنانا تقول الأستاذة كنانا لنتخذ مثالا من الجملة أنا ياباني أنا يعني واتاشي ياباني يعني نيهونجين وبالتالي أنا ياباني يعني واتاشي ونيهونجين ديس وتحويل الجملة المثبتة التي تنتهي باللفظ ديس إلى أسلوب النفي يكون بتحويل ديس إلى وبالتالي أنا لست يابانيا يعني أنا لست يابانيا وفي الحديث الدارج كثيرا ما يتحول إلى جا. أي أن الجملة تتحول إلى كنا <جنجزا عرق> <أنا جنجزا عرق> <أنا> مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية استمعوا أولا إلى الصوت التالي إنه صوت فتح الباب المنزلق نعم وإذا عبرنا عن ذلك الصوت باللغة اليابانية يكون هكذا جرا جرا. هذه المحاكاة الصوتية جرا جرا. تستخدم أيضا لوصف انهيار شيء وتساقط حطامه أما صوت انغلاق الباب فيوصف بالكلام هكذا. بطان. فعلاً هي كلمة توحي بلحظة انغلاق الباب، ولكن أنا شخصياً أغلق الأبواب بشكل أكثر هدوءاً. صحيح؟ كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقراتنا هي تغريدة أنا التي تسترجع فيها أحداث اليوم عندما خلعت ساكورا حذاءها عند المدخل غيرت اتجاهه بحيث يكون مواجها للباب ويكون الفردان متلاصقين تماما وأنا سأفعل المثل عندما أزور شخصا ما في منزله لهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع وكانت الجملة الرئيسية فيه ها أنا قد عدت في الدرس القادم سيدور الحوار في غرفة أنا فكونوا معنا والآن من راديو اليابان الدولي NHK World نقول لكم إلى اللقاء أو سايونارا.